السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، يسعدنا أن نرحب بكم في سلسلة محاضراتنا العلمية الأسبوعية في هيئة الشارقة للآثار، ويشرفنا اليوم بأن نرحب بضيفنا من المملكة الأردنية الهاشمية الدكتورة سحر الخصاونة، حيث تشارك معنا اليوم خبرتها في التحليل العلمي والتأريخ للمواد الأثرية من خلال محاضرتها المعنونة بتأريخ المصائد الحجرية في الأردن باستخدام التقنية المستحدثة بالتألق الضوئي بسطح الحجر. الدكتورة سحر خصاونة هي رئيسة قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها في كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك الأردن، متخصصة في تقنيات التأريخ المطلق للمواد الأثرية والجيولوجية. حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة برلين الحرة عام 2015، وانضمت إلى كلية الآثار والأنثروبولوجيا كعضو هيئة التدريس في عام 2016. بإضافة إلى تخصصها في التأريخ المطلق بظاهرة التألق الضوئي، تركز في عملها وأبحاثها على تعزيز استخدام وتطبيق التقنيات النووية في دراسة المواد الأثرية وحفظها، فهي المنسق الوطني لمشروعين دوليين بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التقنيات النووية في علم الآثار. وبالإضافة لذلك لها العديد من المشاركات في مؤتمرات علمية ودولية ومحلية، بالإضافة للمقالات المنشورة بمجلات علمية محكمة. دكتورة سحر، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً دكتور يزن على المقدمة، وشكراً لكل من حضر اليوم لمحاضرتي. أهلاً دكتورة. أبدأ في محاضرتنا اللي هي عنوانها التشكيلات الحجرية وتأريخها باستخدام الطريقة المستحدثة في ظاهرة التألق الضوئي Dating a Near Eastern Desert Hunting Trap Using Luminescence Rock Surface. التشكيلات الحجرية أو ما يعرف بالميغاليثيك ستراكشرز هي تشكيلات أثرية واسعة الانتشار في منطقتنا. في الغالب لا يمكن رؤيتها من مستوى الأرض، ولكن الصور الجوية والأقمار الصناعية ساعدت على كشف كثير من هذه البناءات والتشكيلات المنتشرة في المنطقة. مثال ذلك في الأردن مثلاً، في عنا الدوائر الحجرية الضخمة أو ما تعرف بالبيج سيركلز اللي بتصل قطرها إلى أكثر من 10 كيلومتر. في عنا ما يعرف بالويلز أو الإطارات، التشكيلات الخطية مثل الموجود هنا أو التشكيل الخطي اللي يعرف بخط شبيب واللي يصل طوله إلى تقريباً 125 كيلومتر. في منطقة السعودية فرضاً هناك التشكيلات الغريبة اللي تسمى The Gates أو البوابات. هذه التشكيلات في الغالب يعني هي عبارة عن صخور مرتبة على أنماط مختلفة، أنماط بعضها تتشابه وبعضها بتكون أشكال جديدة مثل البوابات. التشكيلات هذه بالغالب لا يرتفع الصخور فيها عن 1 متر، وأحيانا بتكون موجودة فقط على سطح الأرض. وظيفة هذه التشكيلات وغاية منها أو لماذا صممت وكيف استطاع بنائها في هذه المساحات الضخمة كان دائما موضوع تساؤل عند علماء الآثار، وصعب جدا لغاية الآن يحدد وظائف كثير من هذه التشكيلات الحجرية. بعض أنواع هذه التشكيلات الحجرية هي ما يعرف بالمصائد الحجرية أو الديزرت كايتس، والديزرت كايتس هو الاسم المأخوذ لأنها منتشرة في الغالب في صحراء المنطقة، ولأنه شكلها يشبه الطائرة الورقية الكايت، بحيث بأنه غالبيتها برغم بأنه في أشكال مختلفة ولكن الغالب منها يتشبه في نمط الديزرت الطائرة الورقية الكايت، حيث بأنه لاحظوا بأنه غالبيتها لها جداران طويلين يصل طولهم أحيانا لعشرة كيلومتر، ينتهوا بشكل قمع بحيث ينتهوا في مجسم على شكل مضلع في الغالب 8 أو 10 أو 12، وعلى أطراف هذا المجسم مثل ما أنتم شايفين في هذه هي عبارة عن حجرات محفورة داخل باطن الأرض. يعتقد بأنه هذا التصميم هو غايته هو استخدامها لمصائد لحيوانات البرية اللي كانت تتواجد في عصر الهولوسين مثل الغزلان، وهناك أدلة واسعة في عند علماء الحيوان عن تواجد هذا الحيوان الغزال بكثرة في المنطقة. هذه النظرية ما جاءت من فراغ، هذه النظرية جاءت من خلال النقوش الحجرية اللي وجدت في منطقتنا أيضا. فمثلا في سوريا وجد النقش الحجري اللي مرسوم أمامنا بحيث يشبه عملية حصر الغزلان داخل الانكلوجر أو المجسم الداخلي للطائرة الورقية، للتشكيلات الحجرية شبيهة الطائرة الورقية، وهنا الأشخاص اللي يقوموا بدفع هذه الغزلان إلى هذه المصائد. في النقش الشهير اللي في الأردن اللي يعرف بنقش هاني
وهو الموجود اللي أنا أمامنا المجسم سي، بحيث أنه الرسم يشبه في الطائرة الورقية، وكيف أن حيوانات الغزال تندفع نحو هذه الانكلوجر اللي موجود أمامنا. في الغالب الحيوان الصيادين يتواجدوا في هذه الحجرات اللي موجودة على أطراف الديزرت كايت، بحيث أنه عندما يندفع حيوان الغزال إلى داخل هذه المجسمات بيكون بانتظارهم هناك الصيادين، بقوموا باصطيادهم. وفي الغالب كانت عملية الاصطياد تتم في هذه المنطقة، ولكن عملية الذبح أو السلوترينج تتم في منطقة ثانية، لأنه برغم من انتشار الواسع لهذه التشكيلات الديزرت كايت، ولكن لم يوجد لغاية الآن إلا في بعض منها قليل جدا بقايا حيوانات الغزال. فيبدو بأنه كانت عملية الاصطياد تتم في هذه المصائد، ولكن عملية الذبح والسلخ تتم في مناطق مختلفة أو يؤخذ إلى مناطق مختلفة. أول اكتشاف لهذه التشكيلات الحجرية الديزرت كايت كان تقريباً عام 1927، لما كانت طائرات السلاح الجو الملكي البريطاني تطير ما بين عمان وبغداد، حيث لاحظوا من ارتفاعات عالية هذه التشكيلات، وبدأ توثيق أكثر لهذه التشكيلات الحجرية، واللي كان في الأساس اكتشفوا الديزرت كايت، وبعد ذلك أصبحوا يكتشفوا أنماط ثانية مختلفة. لغاية 2014 تم تسجيل ما يقارب 4616 من هذه التشكيلات الحجرية من خلال مشروع استخدم فيها الصور الجوية، واستخدموا جوجل إيرث، واستخدموا صور الأقمار الصناعية. غالبية هذه التشكيلات كانت تنتشر في منطقة بلاد الشام، جزء كبير منها في السعودية، اليمن، ووجدوا أيضاً أنها موجودة في شرق آسيا، في منطقة أذربيجان والشرق الأدنى لآسيا. في الأردن لوحدها استطاعوا أنهم يسجلوا ما يقارب 1000 من هذه التشكيلات الحجرية الديزرت كايتس، وغالبيتها ينتشر في منطقة شرق الأردن أو ما تعرف بحر الشام، وهي عبارة عن مساحة واسعة من الصخور البازلتية. عدد قليل منها ينتشر في جنوب الأردن أو ما تعرف باللايم بلاتو، وهي منطقة شاسعة غالبيتها الصخور الجيرية والرملية. تجربتنا كانت تمت على واحد من هذه الديزرت كايت اللي موجودة قريبة من الحدود المملكة العربية السعودية، ويسمى بجبال الغدويات. في منطقة جبال الغدويات الكايت الموجودة في منطقة الجفر، تم الكشف عنها من خلال فريق البحثي اللي بإدارة الدكتور وائل أبو عزيزة ومحمد الطراونة. وإذا بتلاحظوا هاي واحدة من الصور الجوية لهذا الديزرت كايت، هاي هي الجدران الممتدة أمامنا إذا تتبعوا خط أو نقطة الليزر، هذا الجدار الثاني، وهي الانتهاء الانغلاق أو المجسم الذي ينتهي فيه. في عام 2018 قاموا بحفرية استكشافية في واحد من الحجرات اللي موجودة على أطراف هذا الديزرت كايت. هذه هي الديزرت كايت، هذه هي الحجرات اللي مبنية، وهي امتداد للجدار الديزرت كايت. لاحظوا بأنه داخل المجسم اللي حفروا فيه وجدوا بين الحفرة عبارة عن جدران من الصخور مبنية على ارتفاعات مختلفة. كانت الطبقة الأولى عبارة عن بيج سلاب، صخور ضخمة ارتفاعها تقريبا يصل ل 60 متر سنتي أسف، وبعد ذلك تم بوضع جدران أسف صخور معترضة حتى يتم بناء الجدار على سطح الأرض. يعتقد بأن هذا الجدار كان يرتفع أيضا ما يقارب متر عن سطح الأرض، والدليل على ذلك هي وجود الانهيار داخل هذا الجدار. هذا الانهيار اللي موجود داخل الجدار يعتقد هي من الصخور كانت ترتفع عن سطح الأرض وانهارت داخل الحفرة، وبعد هجر الحفرة اللي كانت تستخدم كمصيدة تم ملء هذه الحفرة بالرسوبيات نتيجة عوامل التجوية أو عوامل جرف التربة في الفلاش فلاتس أو الفيضانات اللي تحدث في هذه المنطقة. فإذا هنا دليل واضح جدا بأن هذه الصخور هي مش بفعل الطبيعة، هي بفعل بناء قام به الإنسان قديما. فإذا استطعنا أن نؤرخ متى قام الإنسان ببناء هذه الحجرة، نعرف تاريخ هذه المصائد الحجرية، واللي كان دائما سؤال تاريخ هذه المصائد الحجرية سؤال يحير علماء الآثار.
لا، قمنا احنا بجمع عدة حجارة لغايات التأريخ. الحجر الأول اللي أخذناه سميناه E24، أخذناه من واحد من السلابس هذولا، وبالذات الموجود عليه علامة الليزر أمامنا، وأخذنا من الصخور المنهارة داخل الحفرة حتى نعرف عن مدى بنية هذه الصخور. قبل ما أعرض نتائج عملية التأريخ المطلق باستخدام التألق الضوئي، راح أعرض لكم مقدمة أو لمحة عن التقنية اللي استخدمت في بناء في تأريخ هذه المصائد الحجرية، اللي تعرف باسم Luminescence Dating أو Optically Stimulated Luminescence Dating OSL. هذه التقنية هي معروفة من فترة السبعينات، ولكن هي دائما في تطور جديد، وكان آخر تطور قمنا فيه مع التعاون مختبر ريسو في الدنمارك لتأريخ سطح الحجر. التقنية تعتمد على قدرة بعض المينرالز، التركيبات المعدنية مثل الكوارتز اللي موجود في الرمل أو الفلس بارز، على تخزين طاقة في تركيبتها الكيميائية. هاي تخزين الطاقة بيتم نتيجة تعرض هذه المينرالز للإشعاعات النووية الموجودة في الطبيعة. هي مش إشعاعات بتخوف، ولكن بشكل عام في الطبيعة في عنا إشعاعات ضئيلة جدا ناتجة من مواد الأرضية العادية مثل التراب والصخور وغيرها. فعند تعرضها لها مثل هاي الإشعاعات، سواء كانت جاما أو ألفا أو بيتا، يتم تخزين الطاقة إلى الحد الأعلى اللي مستطيع المينرال أو المعدن يخزنها، وهي تسمى درجة الإشباع. لكن في حال هذه المينرالز، هذه المركبات المعدنية تعرضت للضوء، مثل مثلاً عمليات التجوية والحت والتعري اللي بتتم للصخور وللحبيبات الرمل، هذا بيعرض الحبيبات الرمل للضوء بشكل مباشر، فبيفقد الطاقة اللي تم تخزينها سابقاً. أحياناً بتتعرض هذه المينرالز للحرارة، مثل عملية صناعة فخار. عندما يتم حرق الفخار على درجة حرارة تصل إلى 500 درجة مئوية، كافي لأنه يصفر الطاقة اللي كانت مخزنة أصلاً في هذه المينرالز. لكن بعد ما يتم تصفير الطاقة ويتم التغطية مرة تانية، اللي احنا بنقيسه لغايات التأريخ. فأنا لما أجمع عينة وأخذها للمختبر وأقيس كم خزن طاقة منذ آخر تعرض لها لأشعة الضوء أو الحرارة، أنا بعرف عمر هذه المادة، كمثلا عمرها متى ترسبت هذه الرسوبيات في هذه المنطقة، أو بالنسبة للفخار متى تم حرق وصناعة الفخار، أو بالنسبة للصخور متى استخدم في البناء وتم تغطيته بعد ذلك عن ضوء الشمس. طبعاً عملية تأخذها العينة إلى المختبر، بنعرضها إحنا لإشعاع وضوء من في جهاز الأويسر ريدر، وكون العملية الحسابية بسيطة اللي هي كمية الطاقة المخزنة مقسومة على معدل تخزين الطاقة السنوي. هذه في الغالب هي تعتبر conventional technique، أو مثلاً طريقة تقليدية معروفة لحبيبات الرمل أو الفخار. ولكن الكتل الصخرية اللي استخدم في البناء كان دائماً غير معروف إذا ممكن تطبق هذه المبدأ عليها أو لا، لأنه الصخور هي مكون من مجموعة مختلفة من التراكيب المعدنية، منها الكوارتز والفلسبارز. ولكن هذه الكوارتز والفلسبارز لا تفقد كل الطاقة المخزنة فيها دفعة واحدة مثل ما يحدث مع حبيبات الرمل صغيرة الحجم، لأنه تعرضها لأشعة الشمس واختراق ضوء الشمس إليها يحدث تدريجي، ففقدان هذه الطاقة المخزنة أيضاً يحدث تدريجي. لتوضيح ذلك راح نأخذ مثال، وأنه يوجد عند الصخر، هذا الصخر لم يتعرض لأي وقت من أوقات للطاقة الشمسية. إذا بأخذ أسطواني منه وبقيس مستوى الطاقة المخزنة فيها على داخل أو إلى عمق هذه الأسطوانة على سمكات مختلفة 1 ملليمتر، رح ألاحظ بأنه من سطح الصخر ولغاية الكور أو عمق الصخر مستوى الطاقة المخزن حيكون إلى درجة الإشباع. ولكن في حال تعرض سطح الصخر هذا إلى الطاقة الشمسية، مرة ثانية الطاقة الشمسية لا تخترق الصخر بنفس المستوى، تخترقها تدريجيا لأنه هي كتلة صلبة، والكتلة الصلبة الطاقة يتم البنتريشن أو النفوذ إلها تدريجيا.
فإذا بلاحظ نفس الأسطوانة بأخذها من الصخر وببدأ أقيس الطاقة المخزنة من السطح إلى الداخل على سماكات ثابتة 1 ملليمتر فقط مثلاً، بلاحظ أنه بعد 1 ساعة من تعرض سطح الصخر للطاقة الشمسية رح يفقد السطح الأولاني 1 ملليمتر أو 2 ملليمتر جزء من هذه الطاقة المخزنة، ولكن لا يفقدها كامل. وفي عمق الصخرة حتبقى الطاقة في مستوى الإشباع أو المستوى الكامل. بعد يوم مثلاً ممكن مثلاً الأول 2 ملليمتر يفقد جزء من هذه الطاقة أو يفقدها كامل، ولكن داخل بعد ذلك حيفقدها تدريجياً أو بمستويات مختلفة، وفي عمق هذه الصخرة راح يبقى في مرحلة في مستوى الإشباع. بعد 100 يوم ممكن أول 4 ملليمتر يفقدوا كامل طاقتهم، ومن ثم يبدأ التدرج ويفقد جزء بسيط جداً لحد ما يحافظ على كامل هذه الطاقة داخل السطح. وهي العملية تستمر، كلما تعرض سطح الصخر لفترات أطول كلما فقد أكثر من طاقته من السطح إلى الداخل. هذه بيساعدني أعرف متى أو الفترة الزمنية الكاملة اللي تعرض لها الصخر. هاي التقنية تطورت في مختبرات ريسو في الدنمارك في 2015، طورنا تقنية أكثر بحيث من نعرف ما هو تاريخ تعرض الصخر لضوء الشمس ودفنه وتغطيته عن ضوء الشمس، بحيث أني أنا أعرف الفول هيستوري لهذا الصخر. مثال ذلك نفس الصخر مغطى كاملا عن ضوء الشمس، ما تعرض ولا مرة لضوء الشمس، تعرض فترة طويلة لضوء الشمس، نفرض مثلا 100 سنة 1000 سنة، ممكن أحيانا ساعات أو ممكن أشهر. حنجد بأنه إذا قسنا الطاقة المخزنة من السطح إلى الداخل هيكون مصفر كامل على سطح الصخر، ومن ثم يبدأ يتزايد مستوى الطاقة تدريجياً حتى يصل إلى عمق الصخرة وليكون في مستوى الإشباع. إذا نفس الصخرة تم تغطيتها، مثلاً صخرة استخدمت في البناء وبعد ذلك دفن هذا البناء نتيجة هجرة، أو لكن السطح لم يتعرض، راح يبدأ في عملية البناء لهذه الطاقة مرة ثانية. فراح نلاحظ بأنه السطح عم ببني هذه الطاقة تدريجياً بحيث أنه ارتفع مستوى الطاقة المخزنة، وما زال جزء من التعرض السابق موجود، يعني نستطيع قراءة أنه تعرض سابقاً من خلال هذا الخط، لأنه حتى عملية بناء الطاقة برضو يتم تدريجياً ولا يتم بنفس المستوى من السطح إلى الداخل، لأنه الطاقة عملية بناء الطاقة هي نتيجة تعرض المعدن أو الكوارتز، نتيجة تعرضه إلى الإشعاعات المحيطة، والإشعاعات المحيطة مثل الطاقة مثل ضوء الشمس لا يتم اختراقه بشكل ثابت أو بنفس المستوى من السطح إلى الداخل، هي دائما يتم نفاذيتها تدريجيا. ففي حال تم الكشف مرة ثالثة ثانية عن لسطح الصخر، إذا هو مرة ثانية راح يتعرض لتفريغ لهذه الطاقة، ولكن جزء من هذا المستوى راح أستطيع أفهم بأنه كان تعرض للشمس دفن ومن ثم تعرض مرة ثانية للشمس. هذه تسمى البروفايلز أو المودلينج بروفايلز، عملية تمثيل لتاريخ الصخر من خلال نقيس مستويات الطاقة في سطح الصخر إلى حتى عمق الصخر. فإذا هذه التقنية الآن أصبحت تعطينا فرصة بأن نقيس متى تعرض الصخر للأشعة الضوئية، متى دفن، كم الفترة اللي دفن فيها وكم الفترة اللي تعرض فيها للطاقة الشمسية. وهذه التقنية طورت في عدة مواقع، كان في المواقع الأثرية هي أشهر الأبليكيشنز اللي لها، لأنها استطاعت منه تحل كثير من المسائل الأثرية حول متى بنيت هذه الميغاليثيك ستراكشرز. ففي تجربتنا هاي في العام 2016 أخذنا هذه الصخور مثل ما ذكرت سابقاً، أخذنا الصخر اللي استخدم في بناء الجدار الغرفة أو الحجرة وهي هي، وأخذنا حجرين من الانهيار، أخذنا بالذات هذا الحجر وحجر موجود ما زال كان في الانهيار. هاي تمثيل للصخور اللي استخدمت لتجربتنا، هذا الصخر الأول
هو موقعه في الجدار مقابل الرسوبيات اللي أمامنا، وهي الصخرين الثانيات في المختبر. هاي رسم توضيحي، فعليا هذول مش الصخور اللي استخدمتهم، لكن في المختبر باستخدام الدريل، آلة بسيطة جدا، استطعنا بأن نأخذ عدة كورس من هذه الحجارة بطول تقريبا 8 سنتيمتر، وبعضها كان حتى إلى طول 20 سنتيمتر، لكن قطر هذه الكورس كان تقريبا 1 سنتيمتر. قمنا بعد ذلك باستخدام كاتنج ماشين أو آلة القص، قمنا بقص هذه الأسطوانات على سماكة 1 مليمتر، بحيث نحن نعرف من هو السطح الأول ومن الطبقة الثانية والثالثة. وبعد ذلك باستخدام جهاز الـ OSL Reader أو الـ Optical Stimulated Luminescence Reader وضعنا هذه السلايسات، بحيث قمنا بقياس كمية الطاقة المخزنة مع ربطها بعمقها داخل سطح الصخر. بالنسبة للحجر الأول، والحجر الأول كان هو أهم حجر بالنسبة لنا في تجربتنا، لأنه نعرف هو لم يضع ذلك بالصدفة ولا نتيجة عوامل طبيعية، هو وضع ذلك بفعل الإنسان. فإذا هو التقطه من سطح الأرض واستخدمه في البناء، فإذا هو دليل على أنه عمل قام بتغيير تاريخ تعرض السطح للضوء بدفنه أو بتعريضه أكثر للضوء. فالسطح المقابل لنا في الحجرة سمينا أعطيناه I inward، والسطح اللي كان ملامس لجدار الحجرة الرملي أعطيناه الرمز O outward للخارج. بعد رسم البروفايل لهذا السطح، لاحظوا كان الI بلشنا فيها أعطيناها رقم 0، السطح 0، وبعد ذلك كملنا لغاية عمقه لغاية 100 ملليمتر. فلاحظوا من الشكل الأولاني وقبل ما نعمل أي من المعادلات الرياضية أو الموديلينج أو سيميوليشن، كان واضح جدا لنا بأنه كلا سطحين الحجر قد تعرضوا سابقا لأشعة الشمس ودفن بعد ذلك بعد فترة من الزمن. حتى نوضح هذا الصورة، لأنه إحنا عندنا واضح جدا هنا منطقة الإشباع، هنا منطقة تدرج لخسارة من هذه الطاقة، هنا مرحلة بناء مثلا في السطح الآي وورد، هنا مثلا كان يصل لتقريبا للصفر. فحتى نوضح هذه التجربة بشكل مبسط، لنفرض بأن الصخر كان هو سابقا تكوين جيولوجي لم يتعرض أبدا لأي عملية للطاقة الشمسية أبدا، فكان هو في مستوى الإشباع. وإذا بتلاحظوا الخطوط الملونة، الدوائر الملونة الفاهية، هي الأرقام الحقيقية لمستوى الطاقة اللي قسناها في المختبر، والخطوط اللي راح تظهر هلأ هي عملية المودلينج. فالخط الأخضر هذا هو مستوى الإشباع للصخر، هذا قبل ما يتعرض الصخر لأي نوع من ضوء الشمس. بعد ذلك السطح O اللي هو بالنسبة لنا في الحجرة ملامس للجدار تعرض لفترة طويلة جدا لأشعة الشمس، وهي الفترة طويلة جدا كانت كافية لأنها تعمل تفريغ للطاقة من سطح الحجر على عمق تقريبا 20 مليمتر أو 2 سنتيمتر. بعد ذلك تم التقاط الحجر من قبل الإنسان القديم واستخدمه في بناء الديزرت كايت أو في بناء الحجر، فقام بتغطية لأنه أصبح سطحه قام بتغطيته لأنه أصبح ملاصق لجدار الحجرة، بينما السطح أصبح معرض الآن لضوء الشمس لأنه أصبح هو الموجود في فراغ الحجرة. فأصبح السطح أو يبني من جديد هذه الطاقة ويرتفع تدريجيا في مستوى الطاقة، بينما السطح I أصبح يفقد هذه الطاقة تدريجيا. استخدام الديزرت كايت أو استخدام الحجرة في هذا الديزرت كايت لم يدم طويلا، ففي فترة تم هجره وتم ملء هذه الحجرة بهذه الرسوبيات اللي شفناها في الصورة، ولهذا تم تغطية السطح I مرة ثانية. عملية تغطية السطح I مرة ثانية كانت كفاية بأنها تبني الطاقة من جديد في هذا مستوى السطح، والسطح O ما زال ملامس لجدار الحجرة، فكان ما زال مستمر في عملية بناء وتخزين الطاقة من جديد. في 2015 لما تمت الحفرية وكشفوا عن هذه الحفرة، تقريبا 6 أشهر قبل ما أنا أجمع الحجر لعينتي وأخذه للقياس، كان كافي بأنه على الأقل يفرغ أول 2 مليمتر من السطح I، لأنه هلأ كشفوه لمدة 6 أشهر ما بين الحفرية وما بين جمع عينتي.
فتم الكشف مرة ثانية عن سطح الحجر وتم فقدان جزء من هذه الطاقة. فإذا هاي التاريخ من برد، عملية دفن، light exposure، عملية كشف لضوء الشمس، برد، light exposure بالنسبة للإنورد. من خلال العمليات الحسابية استطعنا أن نحسب متى تم استخدام هذا الحجر في البناء، فكان واضح أنه تقريبا استخدم حوالي 9000 سنة قبل الآن. السطح I والسطح O اللي استخدم بعد الدفن كان حوالي 8600 سنة قبل الآن. الاثنين يشتركون تقريبا في 1 sigma of error أو 1 بمعدل خطأ متساوي. الجميل في الموضوع بأنه مش فقط عرفنا مدى تم بناء الديزرت كايت أو تم بناء هذه الحجرة، استطعنا نحسب كم الفترة اللي استخدم فيها هذه الحجرة، وكانت هي حوالي 25 كايت، وربما انتقلوا إلى مكان ثاني أو هجروها لأنه ما عادوا يستخدموا هذه الحجرة مثلا وصاروا يستخدموا حجرات ثانية. أما الحجارة الرقم 2 و3 اللي استخدمناهم اللي جمعناهم من الانهيار، الحجر الأولاني رح أمر عليه مرور سريع، برضو كان واضح جدا بأنه كان في مستوى الإشباع قبل ما يتعرض السطحين للكشف، فكان عندنا في هذا الشكل هو daylight exposure. وبعد ذلك نتيجة الانهيار وملء الحجرة بالرسوبيات تم بناء الطاقة من جديد، وحساب الفترة الزمنية منذ الانهيار لغاية الآن كان برضو حوالي 10,000 سنة. نسبة الخطأ كانت هنا عالية، يعني تقريباً 1,000 سنة، ولكن سبب في ذلك طبيعة الحجارة أحياناً تختلف في أثناء القياس. الحجر الثالث كان سطح واحد تم عرضه تعرضه لأشعة الشمس وكان بمعدل 9,800 سنة قبل الميلاد. إذا بنلخص الثلاث حجارة اللي أمامنا، الحجر E2 وE35 من الانهيار وE24 اللي هو من بناء الجدار نفسه. كان المعدل العمر لهم 9,800 سنة للأول، 9,700 سنة للثاني، 10,800 سنة للثالث، وهم بيشتركوا مثل ما حكينا بوان سيجما أوف إيرور. لما عرضنا هذه النتيجة على علماء الآثار اللي حفروا في الموقع، سألوا هل النظرية لديهم كانت بأنه هذا الديزرت كايت ممكن يكون مرتبط في موقع آخر عمره 4,000 سنة قبل الميلاد، وهذا أصبح عمر الديزرت كايت أقدم من الموقع المرتبط فيه. فكان السؤال هل يمكن الوثوق بهاي النتائج أو ممكن أن نفحص هذه النتائج من خلال إيش كنترول، يعني عملية تأكد من خلال مادة مؤكد عمرها. فاستخدمنا لهذه حتى نتأكد من العمر، ربطنا هذه الأعمار بعمر الرسوبيات اللي موجودة في الحجرة. وعمر الرسوبيات اللي موجودة في الحجرة أو عملية الديتنج، عملية التأريق بواسطة الأويسل للرسوبيات، هي عملية موثوقة فيها وفترة ما يقارب نصف قرن ومستخدمة في علم الجيولوجيا والآثار. فأخذنا عينات من هذه الرسوبيات بالطريقة التقليدية، أخذنا 2 بروفايلز وعملنا عملية الأويسل ديتنج لهذه التو بروفايلز. الأويسل ديتنج للرسوبيات أثبتت بأنه الجزء السفلي عمره تقريباً 10,000 سنة والجزء العلوي حدث تقريباً قبل 8,000 سنة. الأعمار هنا بالكيلو إير، ولهذا مشان هيك لما أحكي 10.7 هي فعلياً 10,700 سنة. فإذا الآن أنا أصبح عندي مجموعة كبيرة من أعمار الأويسل موجودة لنفس الحجرة. عندي أعمار الرسوبيات، أعمار ثلاث حجارة، 2 من الانهيار، هذا الحجر الأول، هذا الحجر الثاني، وعندي أعمار الحجر اللي استخدم في البناء الـ E24، عندي عينات من الرسوبيات من مباشرة من تحت الحجارة هنا، اللي هي برضو أعطت حوالي 10,000 سنة قبل الميلاد. فإذا كان لا شك لدينا بأنه ديزرت كايت لم يكن بعمر 4,000 سنة سنة قبل الميلاد مثل ما توقعوا علماء الآثار، هو يصل عمره إلى 10,000 سنة قبل الآن أو تقريباً 8,000 سنة قبل الميلاد في فترة النيوليثيك تايمز. من خلال هذه عملية التيتنك وعملية الطريقة الحديثة اللي طورت لسطح الحجر، نستطيع أن نتأكد من
تاريخ الحجر من تعرضه للشمس أو دفنه تاريخ كامل من خلال اللومينسنس بروفايلز اللي بنستطيع بنائها في تجربتنا. عمر الديزرت كايت لم يكن أبكر من 10,000 سنة ولكن هو في النيوليثيك تايمز. تاريخ الرسوبيات بالطريقة التقليدية أكدت صحة تجربتنا وصحة تقنيتنا اللي طورناها. الطريقة هذه كانت أول مرة نقدم أعمار مطلقة وثابتة للتشكيلات الحجرية الضخمة اللي موجودة في الأردن. وشكرا لكم. شكرا دكتورة صحر، يعطيك العافية على المحاضرة القيمة والمهمة واللي بتتحدث عن تقنية حديثة وتستحق التعريف فيها لعلماء الآثار ولجميع الدارسين بالآثار لتقنيات التأريخ للصخور وللمواقع الأثرية والجيولوجية والوجات الصخرية الكبيرة. الآن بنفتح مجال المناقشة والاستفسارات، تفضلوا. في عندنا مداخلة من الأخت فهيمة النحاس. أخت فهيمة تفضلي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جدا لحضرتك وشكرا جدا للدكتورة سحر على المحاضرة القيمة. وعفوا اسمحي لي بتعليق أو يعني تفسير من ناحيتي. أولا أنا أقدر النتائج المعملية جدا وأتفق معك تماما بأنه بناء إنساني، ولكن حضرتك بتقولي إن هو ممتد عدة كيلومترات، فإحنا دلوقتي بنتكلم في فترة العصر الحجري الحديث، مرحلة الجمع والالتقاط. أليس مستغربا أن يتم بناء لعدة كيلومترات لمجرد مصايد؟ يعني إحنا كان من الأسهل بالنسبة له أن هو يستخدم في خيخ، أعتقد أن هي منطقة سكنية وأن هو كانت حدود ما بين تجمع وتجمع آخر، وأن هذه الحجرات كانت استخدمها كمخابئ لنفسه أو تجمعاته السكنية. يعني طبعا هي كل واحد ليه تفسير ولكن هي تحتاج إعادة نظر. شكرا جدا لحضرتك. دكتور يزن ممكن أرد ولا؟ أتفضل أعطاني دكتور زهر تفضلي. شكرا دكتور فاطمة. الاستخدام هو فعليا هي نظريات علماء الآثار، أنا في الأساس علوم التطبيقية في الآثار، لكن النظريات مثل ما ذكرت هي في الغالب اعتمدت على دراسة الموقع البقايا الأثرية اللي موجودة والنقوش الحجرية. فأنا ما بستطيع لا أيد أو أنفي، ولكن أنا بدعم فكرة إن هي استخدمت كمصائد أكثر ما كانت تستخدم كمساكن. دكتورة في عنا سؤال من الأخ محمد إبراهيم، هل يمكن استخدام مثل هذه التقنية في تحديد أعمار التماثيل الحجرية؟ التماثيل الحجرية يعني بشكل عام، أنا ما بعرف ما هو مقصود في التماثيل الحجرية المنحوتات، ولكن بشكل عام هذه التقنية طبعا ممكن استخدامها، ولكن يجب أن يعرف علماء الآثار اللي حابين يطبقوا هذه النظرية بأنه إحنا راح نأخذ جزء من هذا الحجر، فإذا التمثال ذات قيمة عالية جدا راح أنت تدمر التمثال، لأنه أنا مضطر أن أخذ أجزاء من هذا الحجر أحفر في هذا الحجر حتى أحلله، هي لا تتم العملية والتمثال الكامل. فإذا هو لازم نعرف القيمة الأثرية لهذا التمثال، هل من السهل جدا أنك أنت تعطي جزء منه للتحليل أو لا. أما هي في الان برينسيبل هو ممكن تطبيقه على أي مادة حجرية، خاصة اللي إذا كان الصخر يحتوي في تركيبته الكيميائية على الكوارتز والفلسفارز.